ما أدري يعني أنا شوي قاعدة حاتي السكن عندكم في البيت. إيش دعوة؟ ترى أمي وايد طيبة وراح تحبينها وايد. علشان تنقلي عبير أخبار هشام بشغل أول بأول. تدرين أنا ما أثق لا فيه ولا بأمه. تعرف هذا ممكن يسوي لي مشاكل مع مرتي بتخسريني مرة ثانية. كم مرة محضرك على الموضوع أنا؟ وخسريني وخسريني وخسريني. من أمس للحين أنت كنت بالعيادة؟ أنا بعرف أنت لما أنت بتشكين فيني. يهمني وايد إن ما حد يحس إن إحنا رفيجات. لا تحاتين ما حد بيدري. من أنت؟ أنا عبير موظفة جديدة هني. رايلك اسم اللي عليه فلوسها تغطي عين الشمس، يعني تقدرين تقعدين بالبيت معززة مكرمة ومرتاحة. لا يكون قمتي تغيرين علي من أمي بعد. نعم؟ شنو شايفني يعني ياهل؟ يفاجئ. المفاجأة الحلوة. عافية. أنا تمام، دام شفتك أنا تمام. شنو هذا؟ عطر نسائي بجاكيتك. شنو هذا؟ مو قادرة أثق في جمال. كل حركاته تشكك. كل يوم عن يوم كنا يقولي شكي فيني، تعالي شكي فيني. زين بسألك الحين، انتي لما قلتي لي عن ريحة العطر اللي موجودة بالجاكيت شنو كانت ردة فعله؟ تخيلي، قال لي ان هذا العطر عطر السكرتيرة، كانت حطتها وايد قوي وهي اللي علقت الجاكيت، الظهر عطرها لزق بالجاكيت وقال لي نزفها وقال لها لا تعطر كذي مرة ثانية. والله صدقتي إن شاء الله؟ يعني ياهل، حتى الياهل ما يصدق. أصابرة بس عشان بناتي. لا حبيبتي مو علشان بناتك. إيه لا طلعيني كذي، مو علشان بناتك، عشان روحك. أنتي تبين كذي، أنتي تحبين كذي، أنتي تحبينه وتبينه. ولا المفروض الوحدة العاجل من أول مرة تشوفها يخونها توخر عنه وتهدل البيت وتمشي، بس أنتي راضية لأنك أنتي حابته. لا تبررين حق نفسك، ترى ما في أحد يتم أحد عشان شخص ثاني. هذا كلام كلنا عارفين إن إحنا نبرر فيه حق روحنا عشان نقتنع إن إحنا اللي قاعد نسوي صح وهو مو صح. لا تقصين على روحك، أنتي تبين كذي بعد، لا تشكين. خلاص لا حول ولا قوة بعد، ارضي بالأمر الواقع. شو نسوي لك؟ عيزنا وإحنا نقول لك غلط، ما تبين. غزال لا تزعلين مني، هذا الصج. يا حمودي أهلين حبيبي، شو المفاجأة الحلوة؟ شوفي شوفي شبك. شنو هذا؟ جاكيتك حبيبي. ريحة شنو هذي؟ شو الريحة الحلوة؟ ريحتك هذي صح؟ ايش تقصدين بهالحركة؟ حبيبي شوفي ما ايش تقصدين بهالحركة؟ انتي على بالك انا غبي ما فهم هالأمور؟ ايش تبي توصلين له؟ سحر، انا من اول ما خذيتك قلت لك ان بيتي الاول وهو الاساس، وهو الاساس. اذا هالحركات سويتيها مره ثانيه انت عارفه ايش اللي بيصير، وانا متفق معاك. سامعتني ولا لا؟ بحبك. انا شو عامل؟ سلام. انتهي. تعالي تعالي تعالي. وين كنتي؟ شنو ايش فيك؟ وين كنتي قاعد ادق عليك ما تردين؟ هشام ايش فيك؟ كنت طالعه ويا رزان خو، قالت لك يعني؟ يه لما انا حاسس لا تعطيني ظهرك وتمشين. انت من صدق؟ لما اكلمك ما تعطيني ظهرك وتمشين يا جماعه. صاير صاير ليش معصب كذا؟ قاعد ادق عليك 1000 مره ما تردين. التليفون بالجلطه وما سمعته، يعني ايش دراني انك داق؟ ليش داق 20 مره صاير يعني؟ وبعدين التليفون سايلنت، ليش مكبر الموضوع شي؟ ليش مكبر الموضوع؟ ريال ناطر مرت الاخر الليل ما ترد عليه، ويدق عليها 1000 مره وما ترد، وانت داشه بكل برود وتقولي لي والله كان سايلنت. جمان مره ثانيه ماكو طلع الا باذني، وحدش لي 10 بالليل، فاهمه ولا لا؟ قاعد احاكيك، فاهمه ولا لا؟ فاهمه هشام، فاهمه. هلا عبير، شو للحين ما وصل؟ غريبة، وهو مو عنده اجتماع كنا مع المدير المالي؟ إذا سمعيني، مثل ما وصيتك فتحي عيونك عدل وكل شي يصير أول بأول بلغيني، أوكي؟ زين،
يلا باي. ازاي عميل يقف ساعة ومفيش حد مهتم فيه؟ في شكاوي كتير بتجيلي عليكم العملاء. قولي حق هذه 24 ساعة تحط مكياج وقاطع الشغل كله علي. شنو هذه؟ لو سمحت تكلم معي عدل وانا ما اسمح لك تتعدى حدودك معي، الزم حدودك لو سمحت. انا انت ما تعرف تسولف عدل ولا شنو؟ انا كل اللي اعرفه مرة ثانية الحين بعد هذا. قسم بالله ما تسولف معي. بكر على اطلع برا ايه؟ اطلع برا ايه؟ شام هذا متسجل ولا شنو؟ اهدى طول بالك، ممكن انت الحين ترجع البيت وبعدين اللي انا جيت انت فاهم وياك. ما تنرفزيني يا جمال، شو اللي يرجع البيت؟ انا بعرف شغله. شو اللي حادك على هالوظيفه؟ شو اللي حادك؟ اللي يسوى اللي ما يسوى يقط عليك حكي. هشام عادي ترى بكل دوام في مشاكل، بعدين انا عادي عندي ما عندي مشكله. شو اللي عادي؟ لا تنرفزيني يا جمال، فاهميني؟ هشام خلاص جمال، انت مرتي وانا مسؤول عنك، فاهمه ولا لا؟ ممكن ترجع البيت الحين وبعدين انا ليت نقعد ونتكلم مع بعض بالهداوه. الوظيفه ما راح اشوفك فيها مره ثانيه، وانا راح اشوفك وظيفه بنفسي. هدى علامة ايش تبكين يا يما؟ ايش فيك؟ اليوم طلعت من الدكتور قال لنا حملي ما ثبت. ويحلش ان شاء الله العيال. قولي امين. الحين خرعتيني عبالي فيك شيء. قولي الحمد لله والشكر. بعد هذه كتبت الله اللهم لا اعتراض. يا يما انت بعدك صغيره، حتى ولدك بعده صغير، ايش حق مستعيله على الحمان؟ الحين شو اقول حق فواز؟ كان وايد مستانس ان البيبي جاي، الحين شو اقول له؟ وخير ان شاء الله. قولي له قدر الله ما شاء فعل، بعد هذه كتبته لا بيدك ولا بيده، هذه امور الهيه، الحمد لله والشكر. قومي يما قومي غسلي وجهك وارتاحي، وانا بطريقتي بقول حق فواز، وانت بعد دقي على امك قولي لها بس مو تخرعينها، ترى تعرفين امك تخترع بسرعه. قومي يما قومي. ان شاء الله خالتي. يلا على اذنك. ليشنا كل واحدة تجيني في هالبيت تبكي، كل واحد يجيني ما ادري ايش عنده. الو ها فواز، هاي ما انت وين؟ مرحبا استاذ هشام. استاذ هشام تبي اجيب لك البريد الحين؟ بعدين. انزين حبيت اذكرك ان كرت البنك انتهى ولازم تبر البنك اليوم عشان تاخذه. اي انا مريت البنك ونسيت اخذ الكرت. اي كلمي مسؤول حساباتي يوصل لي البيت. كافي اللي شفته اليوم. عفوا؟ لا 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 مو انت عبير، خليني بروحي. ان شاء الله راحتك. حبوي سلامات. خطأ شو اسوي يا عمري؟ افا ما تشوفين شر؟ ليش البكي ليش؟ خلاص يبوي الحمد لله ما فيك الا العافيه. وانا ترى العيال ملعوق قعدنا انا صغير. يعني انت مو زعلان مني؟ طبعا لا يا عمري، ايش حق ازعل منك؟ ربك اللي كتب كذي، تعوذي من الشيطان عاد خلاص.
والله ما تصدقين ان امي اول ما قالت لي ايتك عد الدوسه. ما ادري فواز تلا هي تحبني ولا لا؟ لا شنو؟ لا يعني احبك اكثر من اول. انت قبل حبيبتي وبنت خالتي، الحين حبيبتي وبنت خالتي وزوجتي وام عدنان والغاليه وعيوني المركبه، شلون ما احبك اكثر؟ بعد عمري عسى الله يقدرني ان شاء الله وترس لك البيت كله ياها. والله تترسين البيت كله ياها شو اسوي فيهم؟ يبا انت وعدنان كافين علي وزياده، والله يحفظكم ويخليكم لي. وبعدين يا قلبي ترى اللي يربط الريال والمره مو العيال، كلش مو العيال، ما لهم شغل. الكلمه الطيبه، الوي الحلو، العشره الطيبه. تمام؟ تعمري ورا، تعمري ورا. زين واحده بعد؟ بعد واحده؟ خلاص بعد واحده ايش أنا أدري إن أنت تبي تقعد بروحك، بس قلت أجيب لك هالعصير لأن أنا كل ما أتوتر أو أتضايق أشرب منه، فعشان جبت لك عشان تهدي أعصابك. شنو هذا؟ ليمون بالنعناع. مشكورة. أنا ما أدري شو اللي مكدر خاطرك و. مفروض اني ما اتدخل بخصوصياتك، بس تاكد ان كل شيء له حل، ودائما اذا انت يعني هديت اعصابك وحاولت انك تفكر صح راح تاخذ قرارات صح، بس طول ما انت متوتر ومعصب ما راح تاخذ قرارات صح. اذا في يوم من الايام حبيت تفضفض تسولف مع احد، ترى انا عين وعاون. أنا كل صديقاتي يقولوا لي مشاكلهم وأنا أحلها، فتقدر تقول عني أنا حلالة المشاكل. فأنت إذا حبيت تسولف أو محتاج صديق أو زميل أو أي شيء تراني موجودة ويمك. عن إذنك أنا رايحة مكتبي. نيهان ناموا؟ اي ناموا. تعشيتي؟ لا ما اشتهي. عشاك جاهز بالسخان اذا ودك. لا لا نطري. انا عازمك على عشاء برا اهم شيء. عشاء برا؟ من متى انت تعزمني عشاء برا؟ وش فيه اذا عزمتك برا؟ وش فيه اذا عزمت مرتي وحبيبتي برا؟ بعدين تعالي انا لما اصير مشغول. مشغول بشنو؟ مو بالشغل. وهذا الشغل حق منو؟ مو حقك انت وعيالك. ما ادري اذا اللي شغلك الشغل ولا شيء ثاني. لا 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 انا بيش لا اقول لك يلا انت هذا ابليس اللي راكب راسك لو تعودين منه احنا بخير. قعدي انت لو الله يفكك من هالوساويس اللي براسك كان احنا الحين اسعد اثنين. محمد انت شايف حياتنا سعيدة؟ وش اللي بحياتنا مو سعيد؟ عيالنا حوالينا وبصحة وبعافية وعندي أحلى مرة بالدنيا، بعد شو ناقصنا؟ ناقصنا الثقة يا محمد. أبي أثق فيك. ما أبي أحط إيدي على قلبي كل ما تطلع من باب البيت. أخاف ترد وثيابك فيها ريحة مرة ثانية. أنا ترى مو غبية بس أنا وحدة شارية بيتي وشارية بناتي. ما أبي بناتي يضيعون عقب الطلاق، بس أخاف على يوم انفجر محمد
هزتها ما يهمني لا بيت ولا بنات بس 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 خلاص خلاص تعوذي من ابليس انا بيك كل ما تطرين هالسالفه بتعوذي من ابليس انا احبك ترى بعدين يعني ميوع نفس اليوم عشانك وهم ما تبين تعيشين معاي امشي خلنا نتعشى برا امشي شوف شحات تصير ضحكتك قومي لبسي ما أفهم يعني شنو يعني داش البيت لا كلام لا سلام ما شفتني هوا قاعدة أنا شالمعاملة لما تحترمين رأيك راح أحترمك هشام دوامي دوامي وأحبه ومرتاحة فيه لا يكون تبيني أهده إن شاء الله عشان واحد ما يستح على وجهه طبعا ما راح أهده أبدا إيش هالحركات البايخة هذه حركتك اليوم وايد سخيفة وما لها أي معنى يعني للدوام بدون ما تقول شنو يعني إن شاء الله قاعد تتجسس علي حضرتك تحكي عدل تحكي عدل واحترمي نفسك شنو اللي اتجسس عليك شو السالفه الحين انا شغله علي انا قلت امر مرتي حبيبتي نتريق يا بعض بس ما توقعت ان مرتي مينونه ومعقده هشام لا تقول علي مينونه الا معقده ومينونه مو ومو صاحيه بعد هشام لا جمال طلع من راسي لا اصل عليه رب الكعبه يلا عاد تعال اقعد 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 شوي خلاص أنا آسفة آسفة مو قصدي يعني بس أنا ما توقعت إن أنت تيني الدوام وبعدين أنا لما أعصب أقول كلام ما أدري شلون يطلع مني ما أركز شنو أقول لا تزعل مني خلصنا عاد الحين مو عيب تقولين على رجلك إن أنا قاعد أتجسس شنو يعني ماكو ثقة بيننا ولا شنو؟ لا بلا أكو ثقة أنا مو قصدي بس يعني أنا جيت نرفزت وطلعت مني بالغلط خلاص عاد كلمة وانقالت لا تزعل بعدين شنو يعني زعلان على الريوق خلاص الحين أسوي لك عشاء يلا عاد الحين أسوي لك عشاء وايد أحلى من الريوق أكل حبيبتك ولا أكل المطاعم إن شاء الله عبد الله عبد الله بتنام ما تسمع صوت الصراخ اي بنام فيك عادي يعني سمعت وبتنام قوم اي عادي يا بنت الحلال بنام شو المشكله يعني كل اثنين لما يتزوجون طبيعي كذي يتخانقون يتناجرون لين يفهمون بعض يفهمون طبايع بعض تالي مع الوقت ما راح تسمعين حسهم فهمتي جمان هي اللي قاعد تنرفز الولد وتخليه صارخ ولا ولدي انا مسالم عمره ما رفع حسه على احد سعاد الله يخليك لازم تفهمين وتستوعبين شيء ان هذه حياتهم هم يعيشون حياتهم مثل ما هم يبون وانت الحين كأم لازم ما تتدخلين في حياتهم وتخربين حياة ولدك اذا تبينها تستمر الحين هم الاثنين قاعد يتعرفون على بعض ويفهمون بعض الرجاء ان ما تتدخلين واذا ياك ولدك يشتكي اتمنى ما توقفين بصفه لان ولدك مثل ما سمعتي لازم تسمعين لها هم هذه بنت الأوادم أمانة عندنا صح ولا لا عدل كلامك بس انت تهجى يعني هشام بيقول لي شنو المشكلة اللي صارت بينهم بين بعض يعني أنا باكر لي سألته بيقول لي سبب المشكلة شنو إن سألتي زعلت عليك يا بنت الحلال هذه حياتهم إيش فيك انت تبي تدخلين تبي تخربين حياة ولدك انت تبي تخربين بيته نفس هالأمهات ما راح نتدخل إلا لما هم يطلبون منا ذيك الساعة نحل معاهم المشكلة اتفقنا؟ إن شاء الله بنام مو تقعديني وراي دوام يا مرة نوم العوافي سعاد بصك الباب يا عبد الله ما يصير ننام والباب مبطل جمان عمري
جمال؟ حبيبتي جمان يلا عاد يلا يلا قومي 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 يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. شوف شوف ايش صاير هشام، مسوي لك مفاجأة راح تنصدمين. يلا 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 شوي 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 شوية شنو يلا 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 قاعد تنامين وايد ترى مسختيها. شو صاير؟ زين لحظة زين قومي يلا بوريك شغلة. صاير شيء؟ اي صايرة وايد سوالف. يلا يلا شنو يلا 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 شوفي ريلك حبيبتك شو مسوي مدلعك صدق يبا صدق ما شفتي شيء. تعالي تعالي. شكرا شكرا. شنو هذا؟ كله بيدي. قول الصدق. والله العظيم وحتى الشاي الشكر شويه. شو رايك؟ وايد حلو. صدق؟ زين ها شو تبلشين؟ بالجبن؟ اي زين. مع شوية هذا ولا ما ينفع معه؟ لا 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 ما ينفع؟ لا مزيد. شكرا. تبين واحدة ثانية بعد؟ لا خلاص تركي بروتين. بشرب شاي أول. مزيد. اي هذه للمحاسبة. يعطيك العافية. صورة منها وعايزة كمان إقرار.
تجيبهم لي عشان اوقع عليهم؟ تمام اوكي. زين اللي مو مسلمين بطايقهم للحين المعلم اجلهم حق عقب؟ عبير أنا بمشي وراجع شوي أوكي؟ أقول هدوية مال أنتي صشت بتدخلين عدنان الحضانة؟ أنا بصراحة فواز لما قال لي ما أيدته حرام بعد صغير مسيكين باكر يتمرض عليك وأنتي عاد عابلي بهالطبة خليه يكبر شوي لاحق على المدارس والالتزام. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا هادي مسرع ما قال لك فواز أمس مكلمته بخصوص الموضوع قاعد أقول ودي أدخل الحضانة يعني هي مجرد فكرة ما دخلتها للحين. يا يما مو خوش فكرة وبعدين يقول لي ترى أنا أمه لازم يقول لي يا حبيبتي الحين شك بتدخلين مو أنت الحين قاعدة بلا شغل وأنا برويحاتي في البيت طول النهار إن جاب الهلف غير الحلو هذا إيش فيه سلم قلبه ينن خالتي يا عمري أنت يا قلبي أقول لك شغلة عدنان توه صغير أنا بدخل الحضانة يتعلم له كم شغلة يلعب مع اليهال يستانس شوي بعدين في يهال أصغر من عدنان أهاليهم مدخلينهم الحضانة إيش شفرك عدنان عنهم ها شفرك يا حبيبتي ما يخالف حتى في البيت يتعلم ليه كبر هناك يتعلم بس احنا نعلمه كل شيء يا يما ايش حق المصاريف الزايده ترى عرفك حتى انت بعد الحين انت لي شفتيه يبكي وكسر خاطرش راح تغيبينه اللي تشوفينه عفي عليك الحب اليوم مناطرني على الغدا تحت شهد أثرة هذه اللي هال هذيلا حتى الجنطة ما خلوها بحالها تي من صدق مخليتهم يتعبثون بالجنطة طيب شلون ناثرين هدومي بعدين أنا ألعابهم حطيتهم بالغرف بتياسهم ليش تخليهم يتعبثون هني عندي طيب شو مسوين ولا زفيتيهم رزان قاعدة مجابلتهم كذي بدل لا تجابلينهم كان خذيت الهدوم حطيتهم بالكبت حتى مو مكويين كان حطيتهم بالكبت على الأقل مع منو كنت مسافر بروحي أول مرة أسافر بروحي يا ما سافرت بروحي حق الشغل حق المؤتمر الطبي والبحث مالي توش ما اخذتني توش تعرفيني ان شاء الله عليك عشان تبي تراجعين موقفك مع منو مسافر والله حاله مع منو مسافر مخلي الاهالي تعبثون باغراضي وتقول لي مع منو مسافر كنا جديده اول مره ان انا اقول رايح مؤتمر طبي تبيني دكتور دافر كذي ما اشتغل واقعد هني بس الظاهر ان البحث الطبي مالك نسى حمرته جيب قميصك السلام عليكم الأستاذة جمال موجودة؟ من هنا اخر مكتب على اليسار شكرا عفوا انت شنو على المكتب يعني هذا عادي زيدي قاعد تقول اذا شفت ألف مرة تشذب عيني ألف مرة أسوي روحي غبية ألف مرة أسوي روحي مجنونة يا بنت الناس خلاص هذا ريلك هذا بيتك لا تهدمين بيتك لكن أنت مصر تهدم رزان ما يصير أنت مصر
انت ظلمتني ترى الظليمه شينا هدي فهمتني غلط انا ظلمتك اي فهمتني غلط اهدي شوي انت فاهم اي لا لا هذا وانت مصلي مسمي حرام عليك مو زين اللي قاعد تسويه فيني يا محمد تظل ظلمات يوم القيامه انا ما ابي شيء ابيش تقعدين تفهميني لا, لا 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 صح صح انا كله افهم غلط انت الصح وانا الغلط انا ما ادري متى اصير انا صح انا ما ادري هذا وانا صاينه بيتك كم جايب لبناتك كل شيء تقوله حاضر ان شاء الله على امرك اللي تبيه عمري ما عصيت لك شيء تروح ترد بالدوام 24 ساعه سفرات بالعياده ليتالي الليل ما قلنا شيء متحمله ساكنه اقول ريلك يا رزان هذا ريلك ابو بناتك حرام عليك مو زين رزان ترى الشر محل اللي اتزوج اللي ابي باي وقت ما حد يقدر يلومني وأنا شنو؟ طاولة ولا قرفة ولا بجورة أنا شنو؟ ما عندي إحساس؟ أنت تدري كل مرة إيش قاعد تسوي فيني؟ لو تروح تجيب سكينة من المطبخ وتطعني أمرك ألف مرة من اللي أنت قاعد تسوي فيني يا محمد حرام عليك. رزان، رزان أنت مرتي وأم عيالي مستحيل أفرط فيك. أنا آسف. بس كنت ما ابي اجرحك. يعني انت الحين متزوج علي؟ ما تعني لي شيء. ما حد يعني لي شيء غيرك. صدقتك. ادري انها ما تعني لك شيء. ولا انا حتى اعني لك شيء. ولا احد بالدنيا اصلا يعني لك شيء. محمد وخر عن وجهي، اوعى تشبدي. أبي أعرف أنا ممكن تفهميني شو اللي صار؟ ممكن تهدى شوي؟ أنا ما رديت لأن تلفوني كان سايلنت كم مرة قايلك ما يكون سايلنت؟ كم مرة عيد كلامي جمان؟ ما شاء الله قاعدة ضحك ما كان في شيء ما في ضحك ولا شيء إحنا كنا قاعدين بس قاعد نسوي الشغل اللي ورانا وهم قاعد تشذبين؟ شوف عيوني قاعد أشوفك قاعد تضحكين وقلباتها دوانية جمان لا تنرفزيني قاعد أحاكيك أنا يا تقدمين استقالتك يا طالع من البيت ما اقامه ولا لا وايد عطيت سوي بهالسالفه انا والله يا ميت اهلا وسهلا نورت بيتك ليه ما قلت لي انك جايه كنت عملت لك لقمه كيفك يا روحي؟ اشتقت لك كثير. طمني كيف الشغل؟ محمد انت متى بتعقلين؟ انا ليش انا مو عقلي حبيبي؟ ليش مصرة تسوي مشاكل بيني وبين مرتي؟ انا شو دخلني؟ شو عملت لي؟ هذا شنو؟ ارجيني حمرة ادري ان هذه حمره اشابها بهدومي حبيبي يمكن اشابها الحمره بين هدومي طيب خليني اقول لك هي يمكن انت واقعه بثيابك انا من وين بتي من وين بتي سحر لا تستعبطين اشابها بهدومي حبيبي يمكن تبع مرتك سمعيني انا عارف الحركات من وحذرتك من قبل اذا على بالك تلويني ذراعي بموضوع الولد ترى الولد ولدي اخذه منك قصبا عليك حبيبي انت فهمان غلط لا انا فاهمك صح طول بالك تعال خلينا نقعد خلاص عاد بطلي جهد انت عارف انت بهالحركه انت طالق والولد اللي انت مربيته انا هذا ربي انا مو عايزان عنه محمد انت فاهم الموضوع غلط